إذا مشاهدي جريدة عبير، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من مدينة الزمان. كان اتصال هاتفي من عند هذا الشخص هو صاحب السيارة اللي ضعوا له الوثائق ديالو، منها الكارت غريز، بيرمي، لاسيرونس. اليوم هذا السيد هذا السيارة ديالو تلاكارت. هاد السيد اليوم كيطلب من الناس اللي تلقى له اللي لقاو له الوثائق ديالو يتواصلوا معاه على الاقل، لان الطوموبيل هو باش كترزق بها الله، هو باش كيخدم بها، باش كيجيب للوليدات ما ياكلوا وما يشربوا. باش نعرفوا التفاصيل حول هاد المشكل اللي وقع، السيد غادي يعاود لنا شي وقت. السلام عليكم. السلام. شنو المشكل ديالك السيد؟ كنت غادي من هنا مسخر من عند حميد وتسلتوا لي الورق من الجيب ديالي طاحوا لي. دابا انا كنطلب من هاد الناس عارج فوقاش وقع هذا المشكل؟ نهار الجمعه مع الربعه د العشيه. كنتي غادي وين؟ كنت غادي نجيب عشي كرابات الطوموبيل باش يلصقوهم لي. أيه؟ وتسلتوا لي في الطريق ووليت تنقلب عليهم ما لقيتهمش. كنتي غادي في بيكالا؟ غادي في البيكالا. أيه؟ بيكالا ما عقلتش بالضبط. المهم هنا في هذه البلاصه هذه تميت غادي من الشارع. هاد الشارع من هنايا خرجت ودرت على الشارع الكبير ومشيت الدائره الثالثه. أيه؟ ودرت على هذاك علي الميكانيك. أيه؟ تما دخلت عاد تمايا ملي وليت قلبت عليهم ما لقيتهمش. الله يرحم لكم الوالدين اللي لقاهم. شنو فيها الوثائق بالضبط؟ فيها لاكارت والبير مي كارت غريز، لا فيزيت، الضريبه، فيها كل شيء، جميع المسائل ديال الطن. لا ما فيها لا فلوس لا والو، ما فيهاش فلوس. من بعد ملي لقيتي الوثائق ديالك دارك واش درتي ديك الساعه؟ ما مشيت ديكلاريت في الكوميساريه وقالوا لي اصبر لا جاو رانا نتواصلوا بك. وانا باقي كنتسنى. دابا انت هذه تقريبا اسبوع وانت بلا هاد الوثائق. بلاش اه. السير ديالك هي هذه؟ اه حاط هذا المعلم كتصايب. السير ديالك هي باش كت هي باش كنوكل بها الوليدات وكل شيء، كنلقط بها طرف الخبز. هي انت اسبوع بلا خدمه بلا رتبه؟ بلا حتى حاجه، عا مريح وصافي. بالنسبه للوثائق ديالك باش يطلعوا مثلا نحط انك درتي الديكلاريشن. طلبوني الفلوس خير الله، انا ما عنديش. تقريبا. شي 2000 درهم هكا. الديكلاريشن؟ اه. علاش؟ باش يطلعوا كارت غريز وبيرمي ولا لاكارت، كلشي الوثائق خصني نطلعها من جديد. الله يرحم الوالدين اللي لقاهم يجيبهم لي وصافي. دابا كيفاش داير الحاله ديالك؟ بحكم ان الوثائق ما وجداتش، الوليدات كيتسناو. وانا ضايق وصافي. انت هو الوعد العائلي. انا هو. انت هو الوعد العائلي. اه. دابا الطوموبيل. اه. انا دابا مريح. مريح. اه. ساكن انت؟ في الدوار الكباره. كباره. جماعه ولاد حسين. اه. اليوم انت كتطالب الناس اللي شافت الوثائق ديالك على الاقل يرسلهم لك ولا يسقوا لك في البوسطه ولا الله يجازيهم بخير الله يرحمهم على الوالدين. شحال الرقم الهاتفي ديالك؟ 06 73 30 77 09. عاوده؟ 06 73 30 77 09. الاسم ديالك؟ بوشتا بوعويد. بوشتا بوعويد. اليوم الوثائق ديالك مشاو لك. خدام على العائله ديك بهذ السياره هذيك، وليداتك الان كيتسناوك وتجيب لهم لقمه العيش. هاد الخمس ايام كيفاش دايره الحاله؟ كيفاش كدوز انت؟ ضايخ وصافي اشتري. ضايخ، راسي ضايخ عليا، ما عنديش باش نصايب. اللي لقاهم يجيب. ها؟ 2000 درهم. 2000 درهم باش طلبوا لي. الله يجازيهم بخير، اللي لقاهم يصيفطهم لي. بالنسبه للاسورونس تواصلت مع الاسورونس؟ الاسورونس تواصلت معاه. شنو قال لك الاسورونس؟ قطعت لي الاسورونس، كان وافي لي قطعته. والوثائق قال لي لا اتصل بلا شي واحد راه نغوتو لك. دابا السيارة ديالك بدي الكراج ياك؟ اه. والاسورونس عندك كابيريز؟ آه عندي. ما عندي حتى حاجة. إذا مشاهدي جريدة عبير كما كتشوفوا هذا الشخص الآن اللي كيطلب أي واحد شاف الوثائق ديالو أو لقاهم يتواصل مع الله يجازيه بخير، لأنه كان دار واحد ديكلاراسيون ديال الوثائق ديالو تقريبا المصاريف ديال باش يطلع الوريقات 2000 درهم ياك اللي قال. اه. اليوم هذا السيد هو المعيد العائلة كيشتغل في الطوموبيلية هذه ياك؟ اه. أسبوعية جالسة؟ اه. لأن هذه هي السيارة اللي كيشتغل بها السيد اللي هو من جماعة هذا السيد. عاود الرقم الهاتف ديالك؟ 06 73 30 77 09. واخا شكون اللي ماخذكش تحرك الآن السيارة؟ ما عنديش أنا، ما نقدرش نحركها. واخفتي أنت؟ اه. ما عندكش وثائق كاملة؟ لا. عندك لاسورونس؟ لاسورونس يمكن لك تديها مثلا ديها للدار. والله ما نقدر نديها، ما نعرف والله. لا دير ديباناج. هذاك الشيء اللي عندي راه. بزاف ديباناج باش ايفيتي كاع وخليها في الكراج. ان شاء الله. ان شاء الله كنتمناو ان شاء الله. نطلبوا الله. شفت بلاصه بالضبط تحت الوريقات؟ من هنا في هذا الشارع مشيت وليت درت على اليسار وصلت ل جيت الدائرة الثالثة. الدائرة الثالثة. الدائرة الثالثة. اه وليت الدائرة. الجبيب.
جيت بيم درت على اليمين عاوتاني. درتي على اليمين؟ لا هذاك في دوبل فوا الشارع اللي كهبط على الميكانيكات. فين بالضبط؟ الشارع اللي حدا البلدية من هنايا دوبل فوا. اه قلتي هادشي وخاك مع الربعة ونص نهار الجمعة. نهار الجمعة. إذا هذا نداء أي واحد لقى الوثائق ديالو لأن الآن السيد مدمر وكيعيش حالة نفسية خايبة لأنه هاد السيارة باش كترزق بها الله باش كي يجيب الوليدات ويجيب الوليدات ويجيب الوليدات اليوم السيد الآن عاطي العمل بسبب الوثائق ديالو اللي ضاعت له وما عرفش فين ضاعت له. إذا المشاهدي جا كثير من مدينة سيدي الله كتجي عند حميد ديما؟ كنجي عنده شكون اللي خلاك تجي عند هنا؟ علاش جيت حميد أصلا؟ باش نطوري الطوموبيل نصايب. مشكل الطوموبيل؟ شنو مشيت تجيب؟ مشيت نجيب له شي قرابات باش يلصقوا. ودرتي الوثائق علاش ما درتش الوثائق في الطوموبيل؟ كان كيصلحها. كتمنى وكتمنى اي واحد تلقى هاد الوثائق اسمه الكنية؟ بوعويد بوشتا. بوعويد بوشتا. بوعويد بوشتا من جماعة ولاد حسين. ولاد حسين دوا؟ كبارة. كبارة. نتمنى ان شاء الله اي واحد شاف هاد الفيديو وبارطاجيو الله يجازيكم لان هاد السيد كاين كما كتشوفوا الحالة ديالو ما مرتاحش. لأن الطوموبيل باش كترزق بها الله. إذا المشاهدين جرت عبير من مدينة سيدي زينب.